مشاهدينا اهلا بحضراتكم مره ثانيه، لسه معاكم من خلال الاهلي الليله. وبنتذكر دايما انه الحالات بتبقى قليله جدا اللي بتكون فيها سيده عضو في مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم في مصر او مسؤوله من المسؤولين عن كره القدم لامور كثيره جدا تتعلق بحجم الاهتمام النسائي بكره القدم او بعالم كره القدم. وده اتغير حديثا وبقى زاد بنسبه كبيره، لكن المواريث في مجتمعنا كانت بتقول ان حتى اهتمام النساء كان اكتر كتير برياضات اخرى بعيدا عن عالم كره القدم. عشان كده بيبقى امر يستحق وقفه لما نلاقي سيده موجوده وبتمثل الكيان الاكثر تاثيرا في عالم كره القدم في مصر او اللي بيدير منظومة كرة القدم في مصر. معانا ومعاكم في هذا اللقاء طبعا من أحدث الأعضاء المنضمين للاتحاد المصري لكرة القدم، مع النجم الكبير الكابتن أحمد شوبير الزميل والصديق العزيز والإعلامي الرياضي ونجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، اللي بقدم له كل التهنئة وبتمنى له كل التوفيق في تجربته وليست الأولى في عضوية مجلس إدارة اتحاد الكرة. انضمت ايضا ضيفتنا في هذه الفقره وفي هذا اللقاء في الاهلي الليله الدكتوره دينا الرفاعي، نجحت في الانتخابات التكميليه واصبحت واحده من اعضاء الاتحاد المصري لكرة القدم. بنتمنى لها أيضا كل التوفيق وإن شاء الله يكون لها بصمة وتأثير كبير وإضافة على الخبرات أو الكوادر الموجودة في الاتحاد المصري لكرة القدم. دكتورة دينا أهلا بحضرتك. أهلا بك، سعداء بوجودك معنا وألف مبروك النجاح في الانتخابات. أنا أسعد طبعا وفرصة سعيدة أتواجد معاكم النهاردة والله يبارك في عمرك، ربنا يقدرك. دكتورة دينا، هنبدأ بتعريف سريع للسادة المشاهدين، من هي دكتورة دينا الرفاعي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. دينا الرفاعي هي دينا محمد عبد الحميد رفاعي، بنت فاقوس الشرقيه، حاصله على درجه الدكتوراه في فلسفه التربيه الرياضيه جامعه حلوان، ماجستير تربيه رياضيه. كنت اول رئيس مجلس اداره مركز شباب لمدينه فاقوس على مستوى الجمهوريه بانتخابات وتحت اشراف قضائي 2011. بعد كده كنت عضو منطقه الشرقيه لكره القدم، وحاليا عضو الاتحاد المصري لكره القدم ان شاء الله. طيب التجربه جت ازاي انك تهتمي بهذا النوع من العمل او هذا النوع من المسؤوليات، انك تصلي لتولي مهمه رئاسه مركز شباب في الاقاليم، هو مركز شباب فاقوس، ايه السبب؟ بصراحه بابا، يعني والدي له دور كبير جدا في الموضوع، هو رياضي وكروي من الدرجه الاولى، كان عندنا هو كان دايما في مجال الكوره ولعب الكوره وكده في مركز شباب فاقوس، فمن صغرنا احنا عارفين ده حياتنا، هو الكوره، ماتشات كوره، مرتبطين جدا بالمكان، يعني في مش الفه بقى، تحس ان هو بيتنا، يعني في ماتشات، في يروح يجيب لهم لبسي، عضو مجلس اداره بعد كده بقى رئيس مجلس اداره، فالموضوع بالنسبه له كان كيان مهم بالنسبه له يحافظ عليه جدا. كان ليه طبعا اعضاء في المجلس معاه بيهتموا بالموضوع، لحد ما انا يعني خلصت كليتي وخلصت الماجستير كده، دراسات العليا بتاعتي، فبعدين لقيت نفسي غصب عني كده، ما كانش فيه ساعتها كوادر عايزه تدخل المجال ده، كان في توقيت صعب جدا 2011، ده صعب جدا جدا لو تفتكر. فترة كانت صعبه جدا طبعا، فتره كان فيها يعني حتى النشاط الرياضي كان اكتر نشاط متضرر بالظبط كده، وبالذات ان مركز شباب مشكلته كبيره جدا ان هو مسؤوليه تفريغ الطاقات فيها للشباب، فهو لازم يبقى موجود على طول حد مسؤول عنه ويهتم بيه عشان خاطر الشباب موجودين فيه. فساعتها بقى كلمت انا ووالدي فتناقشنا، طب ايه ندخل الانتخابات، فدخلت الانتخابات وربنا كرمنا بنجاح، يعني برضو كان منقطع النظير طبعا، يرجع لسمعه والدي اللي قبلي طبعا، هو اللي كان ليه الفضل الاول عليه بعد ربنا. عنده خبرات اداريه وله شعبيته في المجال طبعا، اكيد يعني مما لا شك فيه، كنت لسه داخله المجال الجديد لكن اسمه كان هو الاول شفيع ليا في الموضوع دوت، وربنا كرمني بالنجاح. وبعد كده بقى قدرت اتعامل بقى مع الوسط ده وبقيت جواه، العمل التطوعي والرياضي، وشفت مشاكل مراكز الشباب عامله ازاي، وكنت عضو جمعيه عموميه، بروح الاتحاد واتقابل مع اعضاء مجلس الاداره واشوف الدنيا ماشيه ازاي، ايه المشاكل بتاعتنا وايه المشاكل اللي في الاتحاد. خلينا ناخد من التجربه دي يا دكتوره دينا، نتعرف منها على شكل عام، مش بس مركز شباب فاقوس، مراكز الشباب في مصر من وجهه نظرك بعد تجربتك كرئيسه لمركز شباب في الاقاليم، مشاكلها ايه؟ ايه اللي محتاجاه في الفتره الجايه؟ ايه الحاجات اللي اصطدمتي بيها قوي في المكان؟ ان مراكز الشباب في مصر كلها، او بمعنى اصح البعيده، يعني لو هنتكلم عن مركز القاهره فيه اهتمام كبير جدا بيه، لكن احنا بنتكلم على الشرقيه، اسوان، الاقصر، الاماكن، المحافظات البعيده دي كلها، الفيوم كده، ده كله ما فيش اهتمام بيه، احنا بنهتم بالقريبين جدا، مع ان اكتر ناس محتاجين الاهتمام الاقاليم. ليه بقى؟ لان الاقاليم دي بقى فيها اكتر قطاع،
اكتر قطاع من الناشئين والبراعم في الاقاليم، اكتر ناس بيبقى عندهم الفطره في موضوع كره القدم ده، واللعبه الاساسيه عندهم هي كره القدم، ومفيش امكانيات، مفيش دعم، مفيش اهتمام لا من وزاره الشباب والرياضه ولا من الاتحاد، يعني عشان بعيده عن النظر، مفيش سبوت عليها. اجهزه الدوله لازم نشتغل على الموضوع ده، مهم جدا ان احنا نبدا مش من القاهره، لا معلش انا مش عايزه ابدا من القاهره الاساس طبعا وكل حاجه، بس الاقاليم اهم ان انا ابدا منها عشان اطلع للقاهره. يعني لما كنتوا بتحتاجوا تمويل، ادوات، ملابس رياضيه، اي حاجه من الاحتياجات او الامور اللوجستيه المطلوبه لاي مركز شباب، بتتصرفوا ازاي وبتعملوا ايه وبتحلوا الاشكاليات دي ازاي؟ اجتهادات ذاتيه، مجهود ذاتي، اعضاء مجلس اداره بيحاولوا يساعدوا بعض، رجال اعمال نحاول، بدانا بعد كده بقى عمل موارد ذاتيه للمركز، عمل سور للمركز يبقى كله محلات عشان يدخل دخل المكان. ونجحت التجربه؟ نجحت لكم يعني طبعا بدرجه أكيد. طبعا اكيد بقى في دخل شهري للمكان بيقدر يصرف عليه الى درجه معينه يعني. طيب يعني كانت الموارد اكتر في البدايه بتعتمد على العمل التطوعي او يعني التبرعات من تبرعات رجال الاعمال؟ طبعا تبرعات، ورئيس مجلس الاداره بيشيل الليله اكتر يعني. طبعا ان هو اللي بقى اهم، يعني هو اكتر حد بيبقى عايز المكان ده ما يقعش يعني. طيب واتصالكم مع دوائر صناعه القرار في الرياضه في مصر لما كنتوا بتكلموا الوزاره او الجهه المركزيه اللي انتوا تابعين لها، كان بيبقى المردود ايه والوقت بتاخده قد ايه علشان تقدروا تلاقوا استجابه لطلب للمركز؟ مفيش استجابه، احنا بنتكلم وكل حاجه بنتواصل بس مفيش رد فعل، حاضر حاضر حاضر، مفيش ما بيحصلش، ما بيتحققش بقى انه يوفر لكم الحاجات المطلوبه دي. لا لا لا، يعني قليل جدا 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 بنسبه ضئيله. انا واقعيه شويه، ما بحبش اجامل في الحاجات دي بالذات لان احنا عايزين الاصلاح، عايزين الصح. فانا اتمنى ان يكون في اهتمام من اجهزه الدوله المعنيه ان هي تهتم بمراكز الشباب والانديه بتاعه الاقاليم دي اهتمام اكبر بكتير من اللي واضح دلوقتي. طيب من مركز شباب فاقوس كان في كمان تجربه في منطقه الشرقيه لكره القدم، ليه منطقه الشرقيه لكره القدم وليه الاهتمام بقى بكره القدم تحديدا؟ يعني مركز الشباب هنقول ان ده في البيئه المحيطه بيكي والمكان اللي احتكيتي بيه والاسره كانت مرتبطه بالمكان، لكن وصلتي بقى لدرجه مختلفه من الاهتمام بكره القدم، ليه منطقه الشرقيه لكره القدم؟ والله كان بصراحه منطقه الشرقيه لكره القدم كان جاي التعيين دوت من خلال مجلس اداره الاتحاد واللي هو ثروت سويلم، لان هو طبعا نائب عندنا في المحافظه الشرقيه، فهو كان اول واحد طرح اسمي في الموضوع دوت، تم التعيين ليا. صراحة انا ما كنتش مجهزه لها او ما كنتش متوقعاها، بس انا اتعلمت ان انا قدام دخلت مكان لازم اعمل. ده كان بعد رئاسه مركز شباب فاقوس؟ بعدها. يعني عشان اكتسبتي بقى خبرات اداريه؟ بعدها كنت عضو جمعيه يوميه، كنت بروح الاتحاد بقى وليا يعني حوارات وكلام وليا فكر ان انا عايزه اوصل برضو فكر مجلس الشباب بتاعنا ايه المشاكل اللي عنده، ايه التواصل مع الجمعيه العموميه، التواصل مع الاتحاد وكده يعني. فكنت من خلال بقى وجودي في عضو منطقه الشرقيه لكره القدم دخلت اهتميت جدا ان انا ارجع، يعني كان المناطق في الفتره اللي دخلتها ما فيش دور للمناطق دلوقتي، ده اللي انا شايفاه ان هي دور تنفيذي بس لا اكتر ولا اقل. فلقيت ان انا لازم اشتغل بقى على نفسي وعلى الناس اللي حواليا، يعني عملت اول حاجه دوري اكاديميه لكره القدم النسائيه بعد ما بقاش في كره القدم نسائيه في مصر بعد الدكتوره سحر الهواري. طبعا كل حاجه توقفت، العقد اللي كانت عاملاه وكان شكله حلو قوي انفرط. فانت كده دلوقتي بتحاول بقى تعمل حاجه واحده على النطاق بتاعي، انا كنت على قد محافظه الشرقيه، فعملت دوري اكاديميات، قعدت مع مدربين كره القدم وبدانا نتكلم ان احنا عايزين نرجع كره القدم النسائيه. الفكره كانت مقبوله جدا جدا وكان عليها اقبال كويس جدا من المدربين، تكاتفنا مع بعض عشان نعمل دوري محترم، وبصراحه كان حاجه محترمه جدا، عملنا ليه انطلاقه محترمه من مدينه فاقوس عندنا، وكان النهائي بتاع الدوري كان من نادي بروسيا العاشر من رمضان، وتشرفنا بالحضور النائب ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد والدكتور محمود سعد كفكره ان كره قدم ونسائيه، وبصراحه كان عندنا ضيوف كتير حاضرين انبهروا بالحدث. طب بعد الحدث ده وبعد نجاحه، هل بدات تلاقي في الوقت ده اهتمام اكتر من المسؤولين ومن اتحاد الكوره عن تطوير منظومه الرياضه وكره القدم في الشرقيه في الفترة دي ولا لا؟ ولا الحدث وانتهى الحدث فرجعت الأمور زي ما هي؟ الحدث وانتهى الحدث، ما هو لا، أنا بالنسبة لي ما فيش حاجة بتنتهي، أنا لازم أكمل في الحاجة دي، أنا بجاهد واجتهد إن أنا أوصل الحاجة بتاعتي إن أنا تظهر وتبقى تظهر للنور بطريقة تستحق، إن لأن كرة القدم النسائية موجودة، هي موجودة عندنا بنات بيلعبوا وعندهم طموح وعندهم أداء كويس جدا، بس محتاجين إن المنظومة تشتغل صح، المنظومة تبقى بادية من القاعدة عشان توصل بيها لقمة الهرم.
لكن هو ده مش موجود دلوقتي، او معنى اصح لسه هيبدا يشتغل، او ممكن من خلال وجودي انا في الاتحاد ان شاء الله ربنا كرمنا وقدرنا نعمل كده، ان احنا نساعد على نشر لعبه كره القدم النسائيه بطريقه علميه. دي اهم حاجه، تبقى علميه تعليميه وطريقه منظمه، بحيث ان احنا نشتغل على ان في عندنا قطاع براعم وناشئين للبنات زيه وزي بالظبط قطاع الناشئين والبراعم للبنين. هنلاقي قاعده عندنا عريضه جدا، لما نلاقي قاعده عريضه هتطلعنا منها بنات بيمثلونا وشغالين معانا ويلعبوا في المنتخبات ويمثلوا مصر بره، فده هيساعد كتير، بس هو هياخد مجهود طبعا مما لا شك فيه، وتمويل واهتمام ودعم قوي جدا جدا، مش دعم مادي بس، لا احنا لازم يبقى دعم مادي ومعنوي وان احنا نقف جنبهم بالظبط كده. طيب هل ده هيبقى اسهل عليكي انك تحققيه بعد ما دلوقتي حضرتك نجحتي في الانتخابات وبقيتي عضوه في اكبر كيان بيدير كره القدم في مصر، اكبر كيان مسؤول رسميا عن كره القدم؟ ده حقيقي. هل هتقدري من خلال عضويتك في الاتحاد مع الكوادر الموجوده في الاتحاد، زملائك في مجلس الاداره، انك تحققي حاجات كتير اسهل عليكي كعضو مجلس اداره للاتحاد؟ هقول لحضرتك حاجة، أنا طبعا عندي طموح ان أنا أحقق الحاجات دي كلها وإن شاء الله مش هشتغل عليها، وطبعا أنا مش هقدر أعمل حاجة لوحدي، لازم طبعا مساعدة جميع أعضاء مجلس الإدارة وطبعا رأسهم رئيس مجلس الإدارة الكابتن هاني بريدة، لأن الاتحاد المصري لكرة القدم اسم لا يستهان به، اسم كبير جدا جدا زي ما حضرتك قلت، أكبر اتحاد موجود في مصر، أكبر شريحة بيشتغل عليها كرة القدم اللي هي موجودة أساس الرياضة في مصر، فأكيد إن شاء الله لو تعاوننا مع بعض وكتفنا مع بعض أنا بحلم إن شاء الله إن يكون يرجع ترجع كرة القدم النسائية بقوة وعلى أسس وعلى قدم، يعني ما تبقاش عبارة عن عندي دوري بس مسابقة بس موجودة وتحت ما فيش حاجة، لا أنا نفسي تبقى حاجة زيها زي كرة القدم البنات. إيه تاني لو أهدافك بترتبيها إن أولها عودة المنافسة في قطاعات وأعمار مختلفة على مستوى كرة القدم للسيدات، ايه تاني؟ ايه الاهداف التانية اللي بتتمني او هتشتغلي على تحقيقها وعلى عرضها ومناقشتها مع اعضاء مجلس ادارة الاتحاد في الفترة؟ الاهتمام بقطاع الناشئين والبراعم بشكل افضل من كده، من خلال برضو الاقاليم مدن الصعيد، مدن الصعيد عندنا وعندنا محافظات ابلي وكده، لازم نهتم بقطاع الناشئين جدا جدا، لان احنا عندنا دلوقتي لو فكرت في كل واحد عندنا مين بيلعب، كابتن محمد النني اذا كان او محمد صلاح، احنا كلنا لو ركزت معاهم كده شفت السي في بتاعهم هم جايين منين هتلاقيهم كلهم من الصعيد من الاقاليم من الاقاليم، اذا احنا عندنا بذره محترمه جدا في الاقاليم لازم اهتمام بيها ومراعاتها بطريقه افضل من كده عشان تطلع لنا نتائج المحترم ده. طب هل محتاجين ندور على العناصر المميزه في الاقاليم ولما نشوف العنصر ده مميز وعنده كفاءه وعنده موهبه نحاول ننقله سريعا للانديه المميزه في مصر، ولا بتفكري في اننا ننشئ مؤسسات رياضيه قويه في الاقاليم وفي الصعيد رغم ضعف الامكانيات هناك؟ لا طبعا لازم يبقى في الصعيد والاقاليم مؤسسات رياضيه محترمه تهتم بالقطاع الناشئين ده اهتمام قوي جدا، على اساس ان هو بيطلع لنا الكوادر دي، وفي نفس الوقت انا مش هاخد بس هو العنصر الكويس واسيب الباقي، طب ما انا الباقي ده محتاج برضه ان انا اهتم بيه عشان يطلع لي عناصر اكتر. هي الموضوع لازم يبقى فيه توالي واهتمام يعني متكرر، مش ان انا اهتم فتره واسيب، لا يعني محتاجين كيانات رياضيه يتم انشائها في الاقاليم. اكيد طبعا اكيد طبعا لازم 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 يبقى فيه. هنقدر نوفر ده تمويله ممكن يبقى منين رغم ان احنا دايما بنتكلم عن الصعيد محتاج تنميه واهتمام وانه من القطاعات اللي لسه مهمله بدرجه كبيره وان الدوله بتحاول تلتفت اليها دلوقتي او تحقق بعض الاشياء فيه، هنوفر منين الموارد للحاجات؟ والله اكيد في موارد، الاتحاد المصري اسم لا يستهان به واكيد ليه موارد كتيره جدا، بس هو احنا نخصص بس ونرتب اوراقنا. احنا انا شايفه ان ترتيب الاوراق والاولويات هيخلينا ان احنا نحقق ده. فرق انا ما نزلت الصعيد واتقابلت مع اسوان والاقصر وقنا، لا انت عندك حاجات محترمه جدا، عندك يعني احنا يعني تقريبا كده يعني انت ممكن تطلع منهم منتخبات، ما تطلعش منهم لاعبين لاعب ولا اثنين ولا ثلاثه واربعه، لا انت ممكن تطلع منهم منتخبات فعلا يأهلوك بعد كده. في قاعده عريضه جدا مهمه جدا في الصعيد وفي الاقاليم محتاجه الاهتمام والرعايه عندك، لا محتاجين ان احنا نركز معاهم شويه جدا الفتره الجايه بصراحه. انا اللي فاهمه من اكتر من اجابه ان حضرتك من الناس الحريصه على القيام بجولات ميدانيه كتير.
التحرك ومواجهه الناس الحديث معاهم طبعا او الاطلاع على ظروف الرياضه وظروف كره القدم. التواصل مهم جدا. ايه ابرز شكوى؟ ايه الشكوى اللي دايما بتتكرر من الاهالي لما بتناقشوهم خلال جوله في المدينه دي او دي في الصعيد او في اي مكان؟ عدم وجود تواصل، عدم يعني وجهات النظر مش واصله ليهم بينهم وبين اعضاء الاتحاد. بعد المسافات طبعا مأثر ان احنا ما فيش تواصل قوي. طب احنا ليه ما نبقاش متواصلين؟ ليه ما نعملش مثلا جوله كل فتره، مثلا مش هقول لك كل اسبوع ولا كل شهر، ممكن كل كام شهر نعمل مثلا يبقى عندنا مثلا جمعيه عموميه نروح اسوان كلنا نتقابل هناك كلنا. بتفكري في ان المجلس كله يتحرك من وقت للتاني ويبقى موجود بين الناس؟ ده هيبقى سبورت ودفعه نفسيه ومعنويه وماديه كمان. انت هتعمل رواج سياحي، سياحه داخليه كمان، يعني انت بتساعد من جميع النواحي. اصل دلوقتي الرياضه في ناس في بلاد بتقوم اقتصادها على الرياضه. طب دلوقتي احنا ما يبقى عندنا رياضه وعندنا سياحه ونشتغل على ده، مين المستفاد؟ الاسم مصر هو المستفاد، وده اهم حاجه. طيب هل عندكم توزيع الاختصاصات داخل الاتحاد؟ يعني النادي الاهلي موزع اختصاصاته حسب الكفاءات والخبرات الاقرب الى كل مجال. هنا المهندس خالد مرتجي متولي ده، الاستاذ خالد الدندلي متولي ده، عاملين توزيع للمهام. هل ممكن بخبراتك السابقه في اداره مركز شباب في الاقاليم ومعرفتك حسب ما حضرتك بتقولي دلوقتي يا دكتور، احنا شايفين عندك اهتمام كبير قوي بالمشكلات في الاقاليم وفي صعيد مصر في الرياضه وفي كره القدم، هل ممكن تطلبي يبقى في ملف موكل اليكي او ممكن الاتحاد يبقى عنده مبادره دكتورة دينا رفاعي تتولى الملف ده في الاتحاد؟ ولا ده لسه ما بتشتغلوش بالطريقه دي في الاتحاد؟ لا احنا لسه ما اشتغلناش اصلا، احنا لسه كبدايه يعني التحضير. لسه يعني ده تصور موجود عندك؟ ليه لا، احنا لازم نقعد مع بعض كاعضاء مجلس اداره ونتناقش في وجهات النظر المختلفه. انا عندي وجهه نظر والعضو الثاني عنده مجلس نظر، ونشوف الانسب ايه وايه اللي يكون في صالح الكره المصريه وصالح الجمعيه العموميه ونعمله. يعني هو ده هدفنا دلوقتي، واعتقد ان ده هدف الاتحاد نفسه يعني بكل اعضائه وعلى راسهم المهندس هاني ابو ريده كرئيس اتحاد. هو هدفنا النجاح باسم الاتحاد المصري لكره القدم. المنافسه في الانتخابات التكميليه اللي تفوقتي فيها ووفقتي ودخلتي مجلس اداره اتحاد الكره، شايفاها ازاي؟ هل كانت خطوه اصعب من التجارب اللي فاتت؟ مما لا شك فيه ان هي كانت خطوه صعبه وفي نفس الوقت كانت منافسه شرسه جدا ومحترمه جدا. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. ايه كانت اصعب حاجه في الانتخابات دي بالنسبه لك؟ التواصل. انا عارف مريتي مواقف صعبه جدا فيها خلال الجولات الانتخابيه. الحادثه اللي عملتها هي دي كانت اصعب حاجه، كانت جايه في وقت مش الحمد لله رب العالمين على كل حال طبعا، بس كان وقتها يعني انا كنت رايحه المنيا، كان عندي مقابلات مع اعضاء الجمعيه العموميه في المنيا وبني السويف والفيوم ولسه بقى في الطريق الصبح كده الساعه 11 الا ثلث، والاقي نفسي العربيه بتاخد مطب هواء على سرعتها، ضرب فرامل، العربيه تتلف على الطريق لفه واتنين، تتقلب على الجنب اربع قلبات في الصحراء. بس اللي عرفناه كمان انك الحمد لله يعني بعد ما خرجتي سليمه من الحادث ده انك كملتي جولتك. بقى يعني ده عايزه اقول لحضرتك برضو مش يعني بصراحه انا يعني اكتر شخص وقف جنبي برضو والدي على راسي طبعا، هو يعني هو لما انا كويسين طب احنا كويسين ممكن نكمل يا زينة، ايه رايك بابا؟ حضرتك بتتكلم بجد؟ قال لي ايوه الناس مستنيانا ولازم نحترمهم ونقدرهم وما ينفعش يعني حتى يعني هم يلتمسوا لنا العذر. كانت مفاجاه بالنسبه لك ان والدك قرر انكم تكملوا؟ انا كنت خايفه عليه هو اكتر مني برضو، كنت خايفه عليه هو اكتر مني جدا، لانه كان راكب قدامي انا كنت راكبه ورا، فانا كنت خايفه عليه اكتر مني، وهو بصراحه كان سبورت ليا يعني انا لو انا لوحدي ما كنتش هقدر اكمل، فهو وجوده معايا ساعدني وقواني طمني. وبعدين العربيه اتبهدلت، نرجع العربيه بونش واحنا اخذنا عربيه من المكان اللي كنا فيه وكملنا طريقنا على المنيا، وقابلنا الناس في المنيا بصراحه يعني كانوا هم طبعا اتصدموا من شكلنا اساسا، بس الحمد لله كانت مقابله موافقه معاهم، كان مهم جدا ان احنا نتواصل معاهم. كان باين في اصابات طفيفه انا كنت لا كان في اصابات جامده، انا كان عندي في وشي كان عندي جروح في الانف وعندي بين الحاجبين عندي جروح، وطبعا كدمات في الجسم كله ديت مش باينه مش مشكله. بس الناس بقى ده الحاجات دي بتبقى بتاثر في الناس قوي، فكره انكم كملتوا هو تاثر ان انت بالظبط كده. اهم حاجه انت احترامك للشخص اللي قدامك. انا دايما اشوف كده ان انا احترامي للشخص اللي قدامي حتى لو هو مش معايا، مش لازم يبقى معايا بس انا بحترمه، هو ده اهم حاجه. الاحترام بيأثر يعني بيدي انطباع كويس، وفي نفس الوقت العلاقات المحترمه هي اللي بتدوم. طيب سؤال تاني، ايه الحاجات اللي شايفاها في عالم كرة القدم في الدوري المصري في المنافسات على مستوى المنتخبات أو المنافسات المحلية بشكل عام بين الأندية، إحنا فين وتقييمك للمستوى اللي إحنا وصلنا له، وإيه أحلامك بالنسبة لكرة القدم في مصر على مستوى الأندية أو المنتخبات؟
والله هو مستوى كرة القدم في مصر كويس جدا، بس هو احنا مشكلتنا عارف ايه هي؟ ان كله بيتدخل في كل حاجة، كل واحد بيفتي. احنا لازم نسيب كل يعني كل حاجة لأصحابها لزويها، لكن ان احنا نتدخل في كل حاجة ونعلق على كل حاجة ونكبر مواضيع من لا حاجة ونقول على حاجة مش حاجة ونكبرها عشان نعمل بوم بس كده اعلامي، ده مش حلو. ده يعني ده اللي بيأذينا وبيأثر علينا بالسلب وبيخلي الموضوع مش حلو. بتشوفين في مبالغات في الوسط الكروي في مصر؟ مبالغات كتير؟ في مبالغات وفي ناس دخلاء على الوسط بيعملوا ثرثرة وبيعملوا بروباجندا على الفاضي. هو بس ما كل المقصود منه هو بروباجندا بس مش أكتر، لكن هو ما بيفتش لا الكرة المصرية ولا الأندية المصرية ولا أي حاجة خالص، هو فرقعة بس. طيب التعصب موجود واقع وحقيقة موجودة في ملاعبنا وفي ملاعب العالم، رأيك فيها إيه؟ وحلها ايه او التعامل معاها لتقليل اضرارها للحد الادنى ازاي؟ التعصب فعلا كان موجود جدا، بس شفت شكل النادي الاهلي اول امبارح كان عامل ازاي؟ كان حاجه، شكل الجمهور كان حاجه محترمه جدا جدا جدا، حاجه بتقول ان احنا موجودين، ان حبك للكوره ولكرة القدم المصرية فوق أي حاجة. شوف النادي الأهلي كان شكله في الملعب كان حاجة فوق الجمال والاحترام والأدب والذوق، ما فيش فيها أي مشاكل حصل، شوف فيها ما سمعناش عنها أي مشاكل. هو بس نبعد شوية عن ان احنا ندخل نفسنا في كل حاجة. هي الحاجة لما بتمشي كويس خلاص، الناس دلوقتي بقى عندها فكر ووعي كبير جدا، وشافت اللي حصل لما اتمنع دخول حضور الجماهير المباريات أثرت على الناس سلبيا جدا، وأثرت على شكل الأداء وعلى شكل الأداء وفرق ومستواهم طبعا أثر جامد جدا وعلى دلوقتي دخل الأندية وكل كل حاجة. هي وقعت الأندية في مصر كلها طبعا، وفي نفس الوقت بقى فيها دلوقتي كان شبابنا كان الأول بيتفرج على الماتش، دلوقتي بقى بيعمل إيه؟ اختلف اتجاهاته. لكن لما رجع تاني اوجهه والمه تاني في حاجه زي كده، لا بالعكس انا كنت شايفاها حاجه محترمه جدا جدا ودعوه للتفاؤل اللي جاي ان شاء الله. طيب فكره حتى التعصب بين الانديه وهي بتتابع منافساتها مع انديه من بره مصر، يعني الاهلي رايح لمباراه العوده مع الترجي على ملعبه في استاد رادس، اكيد تتمني جمهور الانديه الثانيه اللي مش بيشجع الاهلي بطبيعه الحال يتعامل مع المباراه دي ازاي؟ يشوفها ازاي؟ اولا الاهلي هو بره مصر وبيمثل مصر، تمام؟ يعني هو الاهلي ادام بيلعب بره مصر او كان بيلعب هنا مع الترجي في اسكندريه هو ممثل لاسم مصر، اذا احنا معاه كلنا، ويهمنا جدا ان اسم مصر يكون ظاهر بشكل محترم ولائق كما ينبغي، ان هو دوت هو ده اللي دايم. اتمنى ما يحصلش اي مشاكل وان شاء الله مش هيحصل حاجه، بس احنا نبعد شويه عن ان احنا نكبر المواضيع ونضغط ونسيب الامور تمشي بسلام. هتمشي كويسه ان شاء الله وباذن الله. اتمنى التوفيق طبعا لنادي الاهلي هناك باذن الله. هل الاتحاد بيبقى معني او مهتم بان فريق مصري خارج هيواجه حتى لو ده تحت مظله الاتحاد الافريقي، بيبقى حريص على التاكد ان كل الامور بتسير بشكل جيد، على الاطمئنان على اي تسهيلات ممكن يقدمها اتحاد الكوره او يشارك في تقديمها لفريق بحجم النادي الاهلي وهو في رحلته الى تونس، ولا بيبقى ده خلاص الاتحاد الافريقي هو المسؤول عن ده فانتوا مش طرف على الاطلاق ما بتحاولوش تاخدوا اي مبادره؟ هو بما ان الاتحاد الافريقي هو المسؤول، بس الاتحاد المصري لكره القدم هو ده مظله الانديه كلها في مصر، اذا هو له دور كبير جدا وهو داعم طبعا لانديه مصر كلها في اي حاجه، ده ما يلغيش دوره، دور الاتحاد موجود. وكان المهندس ثاني ابو ريده يعني جنبا الى جنب مع الكابتن بالظبط كده، اذا دور الاتحاد موجود سواء كان سواء كان الماتش ده او النادي اللي بيلعب ده بره مصر او جوه مصر، دور الاتحاد ده ما ينفعش حد يلغيه او حد يقول ان هو مش موجود. يعني رؤيتك يا دكتوره دينا ان لو النادي الاهلي او نادي الزمالك او الاسماعيلي اي فريق هيمثل مصر في بطوله عربيه او افريقيه وطلب منكم تذليل اي عقبه حتى لو مظله المباراه دي في بطوله بتتبع اتحاد عربي او اتحاد افريقي هتتدخلوا هتحاولوا قدر طبعا المستطاع؟ اكيد اكيد الاتحاد المصري هو يعني سبورت لجميع الانديه المصريه في اي مكان، يعني ده اكيد مما لا شك فيه طبعا، لو في اي حاجه تساعد الانديه دي احنا لازم نقف جنبهم. طيب مستوى الاحتراف في مصر، ثقافه الاحتراف، العلاقات التعاقديه بين اللاعبين والانديه، كل الامور دي شايفاها ازاي وممكن تتطور ازاي في الفتره الجايه؟ والله هو الاحتراف في مصر حاجه محترمه جدا، وظهر معاه في دخل بقى محترم جدا في مصر من خلال الاحتراف. احنا محتاجين بس التطوير يبقى عن طريق الدراسه الصحيحه السليمه، يعني هو مش موضوع تسويق لاعبين وخلاص او مش موضوع احتراف وخلاص، لا احنا موضوع ان احنا عايزين نستغل الاحتراف ده في صالح الكره المصريه، يبقى مثال محترم يحتذى به ان هو يبقى مثال لغيره عندنا من اللاعبين الموجودين في مصر، يبقى حاجه كده ما يبقاش ماشي بدون هويه، لازم تحدد الهويه بتاعته. بس يعني شايفه ان احنا ممكن نقرب اكتر من النماذج المتطوره اكتر في العالم؟
طبعاً. في الشكل التعاقدي، في الامور الاحترافيه أكيد. اللي بتطبق في عالم كره القدم. اكيد مصر فيها من الكوادر كتير جدا جدا، هي محتاجه بس الاهتمام وان احنا نطور نفسنا وان احنا نشتغل على نفسنا شويه ونتعب نفسنا شويه. طيب اول كلامك في اجابتك عن السؤال اللي فات قلت فيه ان احنا ناخد بالاسباب او الاساليب العلميه في التعامل مع اي مشكله. عايزين نتعرف على في عناوين سريعه كده دراسه الدكتوره دينا والدكتوراه في فلسفه الرياضه، يعني ايه المقصود او ايه العنوان الرئيسي لفلسفه الرياضه؟ انا بتكلم في الدراسه بتاعتي عن عنصر الدفاعيه، ده كعلم نفس ازاي الدفاعيه بتاثر على انا لما يكون عندي دافع ازاي ده بياثر عليا في ان انا ادي او ان انا اعمل او ان انا اشتغل، ايه طرق التدريس اللي موجوده عندي اللي بتاثر بطريقه افضل على اللي قدامي سواء كان طالب او مستمع او متعلم، ايه هي الطرق الافضل في الاداء بتخليه يستوعب بطريقه افضل، ايه الطرق اللي بتخليني اوصل بنتائج افضل. طرق التدريس في المواد او في العلوم الرياضيه، في الرياضه عامه، في الرياضه بشكل عام. هل ده بيشمل كمان الجانب العملي، يعني طرق التدريس بمعنى توصيل الخبره او المعلومه للمتدرب، ولا بنتكلم عن شغل نظري هنا علوم رياضيه بس، ولا كمان تدريب؟ كل حاجه تدريب. كل لا مش تدريب، طرق تدريس، تدريب الدفاعيه علم نفس كمان رياضية. الدفاعيه علم نفس انا بتكلم مدخله كذا حاجه في بعضها بحيث ان انا اقدر افيد بيها، مش ان هو بس ممارس رياضي بس، لا الشخص سواء متعلم سواء رياضي سواء بيدرس في اي مجال. الدراسات الموجوده عندنا، الخبرات المصريه اللي بتقدم دراسات علميه كثيره، يعني الامثله كثيره، ومنها الدكتوره دينا حضرتك بتتكلمي عن دراسه في طرق التدريس وفي وجود الدافع او تاثير الدافعيه او الدوافع على النتائج وكل الامور الخاصه بفلسفه الرياضه حسب محتوى الدراسه دي، طبعا ما اطلعتش عليها بالكامل. احنا مستفيدين بنسبه قد ايه بالجانب الاكاديمي في مصر بالدراسات دي؟ قد ايه منها بناخده ونطبقه وننقله لملاعب بنطورها بشكل او اخر، وقد ايه بيتحط في الادراج؟ سؤال محرج. نسبة نقول 50%. 50%؟ بنستفيد ب 50% من الدراسات دي؟ طب كويس، دي نسبة متفائلة جدا. يعني لازم أبقى متفائلة. لازم أنا بص هقول لحضرتك حاجة، أنا لو قعدت أضلم الدنيا مش هعمل حاجة. أنا لازم يبقى عندي دافع، يعني أنا بتكلم على الدفاعية، لازم يبقى عندي دافع إن أنا أشتغل حتى لو الدنيا واقعة، ما أنا لازم يبقى عندي دافع عشان أقدر أكمل. فأنا بتكلم يعني دي حتة من الدراسة بتاعتي، عنصر الدفاعية لما بيكون موجود عند الشخص بيخليه يتخطى ويتعدى الحدود اللي أنت عاملها له. كل ما يقل عنصر الدفاعية كل ما يبقى النجاح أعلى ومستوى الأداء أعلى، لازم يبقى في موضوع. يعني لو اهتمينا أكتر خلينا نقول وإحنا متفائلين وبنقول 50% أو 60% مستغل، لكن هل حضرتك مؤمنة أو على يقين إننا لو استفدنا أكتر بالخبرات العلمية في مجال الرياضة إن ده هينقلنا نقلة كبيرة؟ أكيد طبعًا، مما لا شك فيه إن الاهتمام بالناحية الأكاديمية واهتمام بالدراسات اللي موجودة وتطبيقها على أرض الواقع هيدي نتائج أفضل بكتير جدًا. هل ممكن الاتحاد يبقى له دور في ده في الفترة الجاية؟ في المحاضرات، في النشاط الرياضي الاكاديمي، هل ممكن طبعا يبدا يلعب دور مؤثر؟ يعني هو الاتحاد لو الدورات التدريبيه اللي بيقدمها محاضرين من الاتحاد المصري او الاتحاد الافريقي او الدورات التدريبيه دي مفيده جدا اكيد، على مستوى المناطق على مستوى المحافظات بيبقى موجود فيهم محاضرين بينزلوا يدوا محاضرات، اكيد بيبقى ليها دور كبير جدا على سواء مدرب او لاعب او حكم، ده كله بيأثر بالايجاب طبعا اكيد. بيعلي عندي ثقافه اللاعب او الحكم او المدرب، بيعلي عندي من كل حاجه فيه بقى، من الناحيه الدفاعيه، من الناحيه الاداء المهاري، خططي، ده كله بيأثر عليه. هل الدكتوره دينا دخلت مجلس اداره اتحاد الكره محمله بمطالب كتير جدا؟ يعني في ناس طالبه منك انه في اول اجتماعات واول فرصه لاتخاذ قرار هتكون الدكتوره دينا طرف في اتخاذه او مؤثره فيه، تحقق لنا كذا وكذا وكذا، ناس عندها مطالب كتير، ايه هي؟ اعضاء الجمعيه العموميه بصراحه مطالبهم كلها يعني هي مشروع، يعني في منها كتير جدا مشروعه، هي دي حقوقهم طبيعيه. زي ايه؟ زي التواصل مع الاتحاد المصري لكره القدم، ان هم يكونوا يعني في عشان مش عشان هم بعيد، اسوان والاقصر والفيوم ومرسى مطروح والعريش، دي الشكوى الرئيسيه ان هم مش عشان هم ان هم مش عشان بعيد يبقى احنا منسيين، لا هم عايزين يبقوا موجودين على الخريطه بس كده، وشايفين الدنيا ماشيه ازاي، يبقى في اهتمام بيهم واهتمام بطلباتهم. عندهم مشاكل قطاع الناشئين مهتمين جدا بيه، ميزانيات كمان طبعا، طبعا اكيد، اصل هو الميزانيه ده هو حقوقهم يعني المفروض ان هو بياخد عشان يقدر يصرف على المكان، لان الاماكن دي كلها بتكلم عليها على فكره بيصرفوا من اجتهادات ذاتيه، بيجمعوا من بعضهم كده عشان خاطر يعملوا مباراه، عشان خاطر ينقلوا فريق من مكان لمكان عشان يلعبوا مسابقه كده.
ده ممكن يتحل، ممكن ده يتغير لو اشتغلنا على ده في الفتره دي. اكيد طبعا. بص ما فيش حاجه غير قابله للتعديل، احنا بنتكلم في مشاكل واضحه ومشاكل كبيره ليها عدد كبير من لا يستهان به من اعضاء الجمعيه العموميه، بنناقشها. نظام مسابقات، نظام مشاكل المناطق، مشاكل الملاعب، المشاكل دي كلها متاحه ان احنا نتناقش فيها ونحاول نحلها. طيب كره القدم النسائيه بتتكلمي عن ان ده حلم بالنسبه لك وانه من اولويات شغلك في الفتره الجايه، ايه الحاجات اللي ناقصانا عشان نقدر نعمل مسابقات رياضيه قويه للنساء او للسيدات في عالم كره القدم؟ يعني ايه اللي يخلينا نقدر نرجع المسابقه دي وتبقى لها حضور حقيقي في الرياضه المصريه؟ طبعا هو في مسابقه قائمه اصلا لدوري كره القدم النسائيه، ده المسابقه العاديه الرسميه الموجوده، دي موجوده يعني. دي موجوده والانديه بتتنافس فيها، وعندنا حتى يمكن كان يتفوق فيها في الفتره اللي فاتت وادي دجله بدرجه كبيره. كان اول امبارح الماتشات بتاعته من الجمعه كنت متابعها. بس انا بتكلم ان الكره النسائيه عايزين نشتغل عليها من القاعده، احنا عايزين نشتغل على منظومه كامله. يعني انا بجهز لمنتخب مصر، شوف بقى عشان اشتغل لمنتخب مصر ده لازم اعمل ايه؟ لازم اشتغل على قطاع الناشئين، لازم اشتغل على جميع الانديه عند المناطق، يبقى في دوري مناطق، عندي شرايح كبيره جدا، قاعده كبيره جدا من البنات اللي بيلعبوا كره قدم، والسن بتاعهم يبقى مختلف، لان انا مش هشتغل كله سن معين وبعد كده الاقي فجاه انا عندي فريق بعد كده ما عادش عندي ايه؟ ما عادش عندي سن، لا لازم اشتغل على ناشئات طبعا وبراعم، واشتغل على فيرست تيم. طيب في سؤالين يا دكتوره مرتبطين بالكلام ده. اولا هل عندنا القاعده من الملاعب والتجهيزات والافراد الموارد البشريه واجراءات التامين الى اخره اللي هتكفي ان انا اعمل نشاط موازي كامل بنفس العدد على كافه المراحل العمريه زي الشباب وزي كره القدم للرجال للسيدات ايضا؟ هل عندنا ما يكفي لتوفير النشاط ده؟ هو احنا ممكن يكون مش عندنا دلوقتي، بس احنا لما نشتغل على الحاجه دي عشان نجهزها هيبقى موجود ونعمل لها دراسه جدوى بالظبط كده. هنبقى موجود. طيب التارجت الهدف اقليميا او على المستوى الافريقي حجم الاهتمام ايه بكره القدم النسائيه؟ لان دي البيئه المحيطه بمصر اللي انا هخرج عشان انافس فيها لما اعمل منتخبات. تمام. هل الاهتمام مبشر على المستوى العربي والافريقي بان في منافسات قويه لكره القدم؟ هو انا من خلال اللي انا كنت فيه وفي منطقه الشرقيه انا شايفه ان في قطاع كبير جدا ان هو عنده استعداد ان هو يلعب ويمارس النشاط، وان هو كمان يبقى مدربات كره قدم نسائيه. بس هم محتاجين، معلش، محتاجين دعم جامد جدا. دعم ازاي؟ ان انا عندي البنات دول عايزين مدربين، مدربات يبقى عندهم دورات تدريبيه عشان يؤهلوا، عندهم سواء محكمات، عايزين دورات تحكيميه كويسه جدا عشان يؤهلوا اختبارات ليهم عشان تاهلهم كمدربات وكحكام. بالظبط كده. ما هي منظومه، انا مش هينفع اشتغل ان انا عندي لاعبه ويبقى مثلا المدلك بتاعها مش هينفع يبقى راجل، لازم يبقى عندي تدليك سيدات، يبقى عندي منظومه متكامله، عندي حكمات سيدات يبقى موجودين برده يبقى ليهم دور كبير جدا، عندي مدربات يبقى موجودين برده حتى لو مساعدين مدربين يبقى موجودين في الموضوع. اعتقد دي مسؤوليات هتبقى في مطالب للوزاره في الفتره الجايه لتوفير. اكيد لازم يبقى في هو اتحاد ما بيحلش حاجه، يعني لازم يبقى في مساعده من كذا حاجه عشان نقدر ننجح. حضرتك قلت لي الملاعب، احنا عندنا مشكله كبيره جدا في الملاعب طبعا، لازم مشكله الملاعب كمان. مش سيبك بقى، احنا ما بتكلمش عن منطقه القاهره واسكندريه لان دول من اكبر المحافظات اللي في عليهم اهتمام، وطبعا لازم يبقى فيهم اهتمام مهم جدا. لكن انا بتكلم على نطاق الاقاليم والصعيد والفيوم ومرسى مطروح والعريش والحاجات دي محتاجين ان احنا نهتم بالملاعب فيها، محتاجين ان احنا نبص لهم نظره، لازم يبقوا متواجدين، لازم بصوره اقوى من كده بكتير، ندعمهم بشكل اقوى من كده بكتير. هتلاقي اختلاف كلي وجزئي في كره القدم المصريه رجال وسيدات على فكره. يعني عندنا مشكله فعلا في موضوع الملاعب ومحتاجين البنيه الاساسيه للرياضه او البنيه التحتيه للرياضه تزيد. تمام بالظبط كده. عدد الملاعب وجودتها صح. وفي ملاعب موجوده ولا تستغل، بس الاغلاق نطورها بالظبط كده، مثلا ما فيش فيها مثلا صيانه، ما فيش فيها تطوير، ما فيش فيها امن، غرف للملابس بالظبط يعني كده، غير مهيئه غير مؤهله. فعندنا مشاكل كتير لازم نسعى ان احنا نحلها مع وزاره الشباب والرياضه. عندنا الدكتور اشرف صبحي برده من الشخصيات اللي انا شايفاها ان هي ما شاء الله عليها دؤوبه وبتشتغل كويس جدا جدا جدا، فان شاء الله يبقى في تواصل ما بيننا في حاجه زي كده، لان هو شايفاه مهتم جدا بالموضوع ده لنشر قاعده الرياضه او كرة القدم حتى على مستوى الفتيات. مهتم جدا بالرياضة ومهتم لازم يهتم برضو نقل وجهة نظرنا الأقاليم، ان احنا برضو محتاجين، احنا لازم نساند بعض. انا بقول ان مفيش حد بينجح لوحده. طيب على مستوى المنتخبات الوطنية رأيك ايه في منتخبنا الوطني حاليا بعد التعاقد معه؟ ده طبعا قبل الانتخابات ما تتم وقبل ما تبقي يعني شخصية من المسؤولين في اتحاد الكرة. الجهاز الفني الجديد واستعدادات المنتخب ومتابعتك لمنتخب مصر الأول، وعنده طبعا
ارتباطات مهمه جدا في الفتره الجايه. شايفه المنتخب ازاي؟ والله شايفاه حاجه مش وحشه، حاجه محترمه جدا طبعا. متفائله جدا ان شاء الله. انا دايما بتلاقيني متفائله لحد بشوف حاجه غير كده. انا متفائله، شايفه ان هم ماشيين على خطى محترمه جدا، معهم مدرب مش ما لا يستهان به، وان شاء الله باذن الله نشوف تطور محترم واداء جيد للمنتخب بتاعنا اللي يعلي من اسم الكره المصريه في مصر ان شاء الله. تابعتي منتخبنا في كاس العالم؟ طبعا. طيب ايه رايك في المنتخب؟ لانه الناس كان عندها حاله تفاؤل، لان بقى عندنا لاعبين في انديه مؤثره جدا، عندنا تجربه للاعب غير مسبوقه طبعًا. لم يصل اي لاعب في تاريخ مصر لهذا المستوى من التصنيفات والمكانه او المنافسه عالميا، محمد صلاح طبعًا. عندنا لاعبين في انديه كبيره زي الارسنال وغيره، عندنا قاعده محترفين عددها كبير. الناس اتصدمت في نتائج وشكل المنتخب، كانوا متوقعين احسن من كده. عشان ما فيش بنيه تحتيه، مفيش اهتمام بالبنيه التحتيه الاساسيه. احنا بنفرح بالشكل العام فوق وبننسى القاعده والجوهر تحت. احنا محتاجين بس نشتغل على الجوهر ده والقاعده، ان احنا نبقى مؤهلين عندنا يبقى في حل الازمات والمشاكل. ازاي يبقى عندنا استعداد لحلها وازاي نواجهها، دي مهمه جدا جدا جدا. ازاي يبقى عندنا حلول بديله، دي مهمه جدا جدا. يعني عشان نتطور على مستوى منتخباتنا يا دكتوره دينا، من وجهه نظرك لازم قاعده للرياضه والاهتمام بكره القدم في المراحل العمريه والانتشار كمان افقي في المحافظات كلها يزيد ويبقى في عندنا اهتمام بالبنيه التحتيه للمنظومه. يعني هو انا المنتخب مصر مش هو بس الفريق المنتخب والجهاز الفني وبس، لا انا يبقى عندي برضو اهتمام من ناحيه الناحيه الاداريه، ان انا ابقى عندي جاهزين لحل الازمات في اي وقت. ان انا كان اول ماتش كنت كويسه، يبقى لازم ثاني ماتش ابقى كويسه. وقعت في ثاني ماتش اشوف ايه هي الحلول اللي المفروض ان انا اعملها عشان ما يبقاش نفس الوقت ما الحقش. يعني احنا رحنا كاس العالم وجينا، كان نفسي بقى اكتر من كده، بس طبعا هو حلم ووصلنا ليه وتعلمنا من الخطا ده. واعتقد ان احنا اتعلمنا من الخطا، يبقى احنا لازم نشتغل على الخطا ده عشان ما يحصلش تاني. هو يعني المصطلح بتاع رحنا وجينا من كاس العالم ده كان مناسب جدا، لان الناس حست كده بالظبط، حست كاننا ما شاركناش، لانه الشكل وامكانيات لاعبينا وقدراتنا وحجم المباريات والاستعدادات وكل التجهيزات اللي توفرت للمنتخب كانت بتعد بافضل من كده، او كانت بتنبئ، والناس كانت متفائله اكتر من كده. فالناس احبطت جدا طبعا بالشكل اللي ظهرنا عليه في كاس العالم ده، مما لا شك فيه. ايه اللي قربنا اكتر من مستوى المنافسه عالميا؟ يعني النادي الاهلي النهارده جزء من منظومه الكره المصريه، وصوله للنهائي الافريقي وان شاء الله باذن الله يوم الجمعه القادمه لو وفق فوزه بالبطوله، وجودنا على خريطة الأندية ومشاركة في منافسات أندية العالم، الظهور عالميا أكثر للأندية المصرية، أعتقد ده أمر هيكون له تأثير إيجابي جدا. أكيد طبعا الإدارة الرياضية مهمة جدا. الإدارة الرياضية لما بتكون على أسس، طبعا في عندك أسس علمية بتمشي عليها، أسس علمية رياضية. الإدارة أساس نجاح أي منظومة. دكتورة دينا، لو بتوجهي نداء للجماهير في الفترة الجاية، عودة الجماهير وعودة تدفق الجماهير على المدرجات والإيرادات والاستثمار في الرياضة، تقولي لهم إيه؟ إيه اللي شايفاه عن الإشكالية دي كلها؟ أنا مش شايفاها إشكالية، خلاص الموضوع انتهى، إن هو بقى مشكلة خلاص. إحنا كان في شكل محترم جدا للجمهور في مباراة النادي الأهلي يوم الجمعة، كانت حاجة محترمة جدا جدا، حاجة مشرفة، حاجة مبهرة. أنا شايفة إن المفروض إن إحنا الفترة الجاية نبقى أحلى من كده وأجمل من كده، عشان يبقى يحصل انتعاش لكرة القدم المصرية. الكورة من غير جمهور ما بقاش لها طعم، المباراة من غير جمهور ما بقاش لها طعم. وجود الجمهور في المباريات بيدي طاقة إيجابية غير عادية، غير عادية فعلا للمباراة. إن شاء الله بإذن الله إحنا عندنا جمهور واعي جدا جدا جدا، لو في قلائل قليلة بيطلع منهم تصرفات يعني غير حكيمة، فإحنا ممكن يعني الأمن عندنا والوزارة الداخلية متولية الموضوع ده، إن هي بتقدر في حماية وفي اهتمام وفي التزام أكتر من جيد جدا في الموضوع. فإحنا الفترة الجاية لازم نركز شوية مع بعض، إن إحنا نحب بعض أكتر من كده، إن إحنا يبقى شكلنا حلو قدام العالم كله، لأن مصر تستحق أكتر من كده بكتير. ان شاء الله الامور تبقى افضل في الفتره الجايه، ويبقى في وعي من كل الناس، الجماهير تقوم بدورها، وطبعا الاجهزه تقوم بدورها، وكل الناس تتكاتف. وحاجه مهمه حضرتك قلتيها يا دكتوره، انه ما فيش حاجه بتتحقق بعمل جهه واحده بالظبط، ان دايما محتاجين كل الجهات، تكاتف الجهات كلها مع بعضها بيحقق اعلى نجاح واعلى نتيجه، تقدم افضل ما يمكنها تقديم بالظبط كده.
موفقة في مهمتك إن شاء الله، وسعداء بوجودك معنا النهاردة على شاشة قناة الأهلي، وبإذن الله تبقى تجربة موفقة. ونتابع إيه البصمات أو إيه الإسهامات اللي هتشارك بيها الدكتورة دينا في عمل اتحاد الكرة في إن شاء الله. اسمح لي بس أشكر طبعا جميع أعضاء الجمعية العمومية على ثقتهم الغالية. إن شاء الله ربنا يقدرني وأكون خير سفير ليهم في الاتحاد إن شاء الله، أقدر أقدم أساعد في حل مشاكلهم. طبعا بشكر الاتحاد المصري لكرة القدم إن أنا اتشرفت دلوقتي إن أنا موجودة فيه كعضو مجلس إدارة، على رأسهم المهندس هاني بريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، قيمة وقامة محترمة وغالية. أعضاء مجلس الإدارة كلهم على رأي يعني على رأسهم طبعا من ضمنهم كلهم تيجان محترمين لهم شخصيات لها باع كبير جدا في النشاط الرياضي من في كرة القدم المصرية. النائب ثروت سويلم بصفته طبعا ان هو نائب الشرقيه اولا، وكان الدعم الاول ليا في الترشح للانتخابات، الحاج محمود الشامي، في ناس كتير، والدي طبعا ما اقدرش انساه واشكره على وقفه جنبي، زوجي طبعا على دعمه ليا، وبشكر حضرتك على الاستضافه الكريمه واسعد فينا وجودك معانا يا دكتوره. وان شاء الله يبقى في يعني لقاءات يتكرر هذا اللقاء مع كل انجاز او كل قرار مؤثر او هيكون له مردود ايجابي نجده في الوسط الرياضي والكرة إن شاء الله. واشكر طبعا كابتن شوبير، عايز اشكره شكري خاص جدا طبعا لكل الشكر والتقدير والاحترام على وقفته جنبي طبعا ودعمه ليا. ان شاء الله تستفيدي من خبراته، هو كمان عنده خبرات كبيره سواء كنجم رياضي او حارس مرمى ونجم كبير في النادي الاهلي ومنتخب مصر سابقا، وايضا خبرات اداريه واعلاميه رياضيه من خلال عمله في المجال ومن خلال خبرات اكتسبها في دورات سابقه في الاتحاد. ده اكيد طبعا ان شاء الله تستفيدي بيها وبالكوادر الموجوده داخل طبعا كلهم شخصيات محترمه. اشكرك مره ثانيه دكتوره دينا واسعدتينا بوجودك معانا. الشرف لي يا فندم، مرسي لحضرتك، مرسي شكرا جزيلا. مشاهدينا بشكر حضراتكم على المتابعه، نهايه هذا اللقاء، ولكن ابقوا معنا فقراتنا مستمره في الاهلي الليله، وبعد الفاصل هيكون نجم النادي الاهلي والكره المصريه السابق الكابتن حماده صدقي ضيفنا وواحد من الابناء البارزين للنادي الاهلي ولكره القدم المصريه مع زميلي امير هشام. ابقوا معنا.